وقت اللي كنا صغار قال إنه ملابس معناتها clothes، وقت اللي كبرنا طلع ما في شيء لفظه clothes، طلع لفظه بالبريطاني لفظه clothes clothes، وبالأمريكي سهل كتير طلع لفظه close close. شفته سكر نفس اللفظ تبع سكر، فبالأمريكي ريح راسك لفظ ملابس close، مرة تانية بالبريطاني clothes، بالأمريكي close. لا تنسوا تتابعونا على الانستغرام وشكرا.